السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين مشاهدين ديال قناه اليوتيوب. في هذا العدد الثاني ولا هذا الفيديو الثاني لهذه الليله هذه اللي غنتكلموا فيه على الاناليز ديال تيرسي كوارتي كانتي بلس اللي غادي يكون في البودروم ديال كازا اونفا اللي غادي يجرى في الكانتي بلس ديالنا رينيو 9 سيتيام كورس ديال البروغرام. اذا سيتيام كورس ديال البروغرام هو تيرسي كوارتي كانتي بلس ديبار نورمالمون مع 33 دقيقة اونديكاب. لا ريفيرونس ديال هاد الاونديكاب غادي تكون هي زائد 33، وغادي يكون معنا 16 ديال لي بارتيسيبون 16 ديال لي بارتون في الكانتي. هاد 16 ديال لي بارتون لا فالور ديالهم ما بين 28 و24، 4 سنين وما فوق، هذا هو السن ديالهم كاملين. بالنسبة للمسافة فحنا غادي نجريو في 1900 متر في البيست اونسابل، فكنتمنوا ان لا بيست تبقى صالحة لهاد لا رينيو هادي. دونك هذا هو الديبغ ديال المعطيات الاولي بالنسبة للكانتي اللي كيف ما قلت لكم غادي تجرى في رينيو 9 سيتيام كورس ديال البروغرام في كازا اونفا، والديبار غادي يكون مع 33 دقيقة. إذا نبداو الأناليز ديالنا مع هاد الرقم واحد ديدرا فاميلا ديال 5 سنين. هاد لافاميلا ديال اللي شفناها في 17-18 في البودروم ديال لالا ملكة، جرات لينا واحد لكغون ديكاب و تكلاسات لينا ديزيام. دونك اونديكاب اللي كان صعيب عليها هذاك النهار، لان العود اللي ربح لافالور ديالو 41، دونك كانت كتجري في كاتيجوري اللي صعيبه عليها بزاف. من قبل شفناها في يعني في البودروم ديال لالا ملكه كتاخذ دي بون بلاس في دي كورس ا ريكلامي. بالنسبه لكازا اونفا كتبقى علامه استفهام، غادي نعطيها دوزيام شونس ونحطها في الخانه ديال اون كادونو باردون رقم واحد ديدغا. رقم جوج دريم تور، هاد المال ديال 9 سنين ولا موديل مديحي سعيد، مال اللي عنده 9 سنين مي باقا عنده لا فورم. وشفناه ربح لنا الكانتي بلس 24-11 اللي كان في البودغوم ديال لا ملكه، وربحوا لنا بلا فالور ديال 26، فلوجيكمون تبيناليزا وداز ل 28. كتبان على ان 28 باقا كتخلي لي ان شونس على الاقل بوغ ان 4 5 بلاس. كنظن على ان غادي نعطي بروميير شونس. عجبتني لا كورس ديال 11 اللي كانت في هذا البودغوم هذا وفي هذا الباركور هذا، وخلينا ان 5 بلاس. فكيف ما قلت لكم 4 5 كتبان لي جوابل مع هذا الرقم جوج، وخصوصا ان المديحي سعيد غادي يبقى هو الجوكي ديال بروميير شونس. رقم 3 ايجل دارجون، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، فيميلا اللي شفنا لا كارير ديالها يعني توقفات بزاف هاد الشهور هادو اللي فاتو. شفناها كانت موقفه لا كومبيتيسيون من شهر 8 ديال العام اللي فات حتى لشهر 2 ديال هاد العام، وعاودت وقفاتها من شهر 2 ديال هاد العام حتى لشهر 9. وشفنا لا غونتخي ديالها اللي كانت في الخميسات في 9-11، وخدت لنا ان 5 بلاصه هذاك النهار على 7 ديال لي بارتون. دونك لا فورم ديالها ما عرفتش فين واصله، غادي نعطيها ان دوزيام شونس. واخا لا فالور ديالها نقصات، دازت من 29 فالور ل 28، مي لا فورم كيف ما قلت لكم غادي نكتفي معها بدوزيام شونس. ايجل دارجون رقم 3. رقم 4 الينا، فاميلا ديال 4 سنين، فاميلا اللي اون بلان فورم، وفاميلا اللي دارت بزاف ديال لي بروغري بعد ما شفنا بزاف ديال لي فيكتوار هذا الصيف هذا. فدارت لا فورم ديالها مؤخرا في لي بودغوم ديال الخميسات، وخذت لنا ان دوزيام بلاس في واحد الاونديكاب 16-11، اونديكاب اللي كانت لا ريفيرونس ديالو زائد 27. غدا غادي تجرب في اونديكاب لي فالور ديالو زائد 33، فهنا كيبان لكم انها كيبان انها هبطات شويه لهاد الكاتيجوري هادي. عجبتني لا دوزيام بلاس، هادشي اللي كاين. سلات لنا ورا واحد العود سميتو كينغ اوف جرين اللي فالور ديالو 32، فكيبان ان هاد لا فاميلي هادي بيان بلاسي بالنسبه لاكورس ديال الغدا. دونك هادشي كيفسر هادشي، بروميير شونس لوجيك لهاد الرقم 4 الينا. رقم 5 جيلياد، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي شفناه تاهويا في الاونديكاب اللي كان في 16-11 مع الرقم 4 الينا، واكتفى بلا 7 بلاس. دونك عاود اللي كيبان على الورق عنده دوزيام شونس، مي غادي نعطيه بروميير شونس. عجبتني واحد لاكورس كان دارها في هاد الباركور هذا، وكانت في 11 من هاد العام هذا، وكانت في هاد الباركور هذا، وخد لنا 3 بلاس مع عبد الرحيم في الدول. معلاش لا ام تيت ميزاجور مع هذا الرقم 5 جيلياد اللي غادي نعطي ان بروميير شونس على الاقل بوغ ان 4 5 بلاس. رقم 6 نويفال فال، هاد لا فاميل ديال 4 سنين، فاميل اللي ما غاديش نبعدو بزاف، وغادي نبقاو في لا كورس ديال 11 اللي تكلمت عليها مع الرقم 5 جيلياد. فات هاد الرقم 6 نويفال فال، فات هو كان سالي فيها نون بلاس هذاك النهار، غادي يدير ام تيت غونتخي. من ديك الوقت ما شفناش في لا كومبيتيسيون، دونك ما عرفتش لا فورم ديالو فين واصله، وغادي نكتفي معاه بدوزيام شونس. الرقم 6 نويفال فال دوزيام شونس.
رقم 7 سيلفيغا دي غرين، هاد لافيميل ديال 50 اولا مون ديال الكجل احمد. دونك هاد لافيميل هادي اللي شفنا لي 3 ديغنيغ كورس ديالها، فكلهم كنلقاهم في المسافه الكلاسيكي ديال 2400 متر ولا 2400 متر، واخرها فكانت في 10-11 مع الرقم 1 ديدغا، وكانت بالمناسبه ان كورس اغيكلامي في 10-11 وخد لنا النافيان بلاس هذاك النهار. دونك إلا جينا نقارنو مع رقم واحد فكنلقاهم بجوجهم غادي نهزو نفس البوا، رقم واحد في لاكورز 10-11 سالا تخوازيام، وهذا الرقم 7 في لاكورز 10-11 سالا نافيام. دونك غادي نكتفي بدوزيام شونس مادام أنني عطيت حتى الرقم واحد دوزيام شونس، فغادي نبقى في لا لوجيك ديالي ونكتفي بدوزيام شونس. رقم 8 ساوند اوف غلوري فال، هاد لافيميل ديال 4 سنين، فيميلا اللي كانت موقفة شوية لا كومبيتيسيون من 30 تسعود حتى ل 17-11، شفنا جوج ديال الكورس دغون تخي دابا جراتهم لينا في الشهر اللي فات، واش رجعات لا فورم ديالها ولا لا. لا 5 بلاس ديال 24-11 ما زوينه ما خايبه، لان تكلاسات لينا 5 على تسعود ديال لي بارطون، دونك ما عرفتش يعني صراحه لا فورم ديالها فين واصله، وكيف ما كتعرفوا دونك ما عندناش معلومات كثيره وما عندناش بزاف ديال لي مويان باش نعرفوا كاع لي دوني على الخيل اللي كيكونوا معنا في الديبار ديال الكانتي، فعلى حسب لي دوني اللي عندي وعلى حسب المعطيات اللي عندي غادي نكتفي بدوزيام شخص. رقم 9 سيتي ليد فيميلا ديال 5 سنين، فيميلا اللي غادي دير لا بتيت غونطري ديالها من شهر 10 ما شفناهاش في لا كومبيتيسيون، من اخر كورسه اللي كانت في هاد لي بودروم ديال اونفا، وكانت في المسافه القصيره ديال 1300 متر. دونك ما عرفتش واش داك النهار كنا كنبريباريو هاد لا كورس هادي وكنا في المود بريباراسيون، لانها غالبا هاد لا فيميل كتجري ما بين المسافه ديال 1600 و 2400 متر. الا جينا نشوفوا لي زوريجين فغادي نلقاو على ان تال بير ولا هاد الاب ديال هاد سيتي ليد اللي هو سيتي اوف كونتون، حتى هو يا كان كيكون مزيان في المسافات ديال 2400 يعني في الباسي. الاب ديال سيتي اوف كونتون اللي هو مونسون حتى هو كان كيجري مزيان في المسافات ديال 2400، فكيبان على ان هاد لا فاميلي هادي كتكون مزيانه ما بين نقدو نقولو ما بين 1600 متر حتى 2400 على حساب لي زوريجين ديالها. دونك غادي نعطيها ان دوزيام شونس، اتونسيون في 3 تسعود في هاد لي بودروم هادو في هاد الباركور خدات لينا ان 5 بلاس، ما عنديش بلاصه في لا سيليكسيون ديالي، غادي نعطيها دوزيام شونس. الا بقات لكم بلاصه في اللعب ديالكم ممكن تزيدوا هذا الرقم 9 سيتي ليد، علاش لا، فدوزيام شونس ريسكي لهذا الرقم 9. رقم 10 ترى كروزاد فال، هاد المال ديال 4 سنين ولا مون ديال زرقان التهمي، هاد المال هذا اللي تا هو شفناه لقى لو جوغ ديالو وشفناه ربح لا كورس ديالو في 25، استفاد لي بودروم ديال اونفا في 1900 متر في البيست اون سابل، وكان يعني بلا فالور ديال غادي نكونفيرمي لكم يعني بلا فالور ديال 24 دفالور وتبيناليزا وطلع حتى 26، واخا طلع 26 شفنا لا فورم ديالو وشفناه في الكانتي بلوس ديال 15 تسعود اللي كان في البودروم ديال لاله ملكه مع زبوط مراد، وخد لنا ان دوزيام بلاس وبقى محافظ على لا فورم ديالو، فتا هويا كيبان على ان لونتوراج ديالو واش كان معاه في المود بريباراسيون ولا ما كاينش دي زونكاجمون لهاد العوده هذا، هذاك الشيء علاش شفناه في 10-11 جرى في 1100 متر ما دار حتى شي حاجه، كيبان على انه غادي يكون غدا يعني في الباركور اللي كيبغيو، غادي يكون في التيران اللي كيبغي اللي هو 1900 بيست اونساب ديال لي بودون ديال اونفا، غادي نطونتي بروميير شونس. رقم 11 ولد الناس، هذا المال ديال 10 سنين، مال اللي ديجا وصل 90 كورسه في لا كارير ديالو، فتا هو غادي نرجع معاه للكانتي بلوس اللي كان في 15 تسعود في لي بودروم ديال لاله ملكه، وخاد لنا ان 9 بلاس هذاك النهار في 2400 وكانت يعني وراء الرقم 1 ديدغا، فعاود لي تا هو لا فالور ديالو مادام انه ما كنشوفوش شي حاجه كبيره في هاد الشهور اللي فاتوا، فبقات كتنزل وداز دابا من 28 دفالور ل 25 ونص، دونك نقصوا عليه لي زونديكابور، واش هادشي غادي يكون كافي ولا لا، غادي نكتفي بدوزيام شونس مادام كيف ما قلت لكم غامرت بلو ان ديدغا، فتا هاد لو ديز ولد الناس غادي نعطيه دوزيام شونس. رقم 12 نو فيلينغ، هاد المال ولا هاد لافاميل عفوا ديال 4 سنين ولا مون ديال فضول عبد الرحيم اللي غادي يجري مره اخرى مع هاد لافاميل هادي، فاميل اللي جرب الحظ ديالو معاها في لاكورس ديال 15-10 كانتي بلوس الا كانت معلوماتي صحيحه في 1900 في البيس اون سابل هذاك النهار، وتكلاساو 9 دونك لا ميسيون اللي غتكون عند فضول عبد الرحيم هو انه يدير واحد ميزاجور ويحاول انه يحسن من الكلاسمون ديال الكانتي ديال 15-10 دونك غنتسناو معاه ونشوفو كيفاش غادي يجري وكيفاش غادي يجري لا كورس ديال غدا. دونك دوزيام شونس نو فيلينغ رقم 12.
رقم 13 مانسانا فاميلا ديال 6 سنين ولامون ديال المديحي زهير فاميلا اللي غادي نرجعوا معها على الثوزيام بلاس اللي خدت لنا في الكانت بلس 24/11 اللي كانت في البودروم ديال لالا ملكة. دونك هاد الكانت اللي شفنا فيه بالمناسبة الرقم 11 ولد الناس تا هويا، مي هاد مانسانا فكانت كونفيرمات وخدت لنا ان ثوزيام بلاس، دونك فبقات بنفس الفالور ديالها بيان بلاسي في الباتابلو. غادي نطوط لوجيك بروميير شونس ونتمنى ان لا لين ولا كورت والكانت ديال 24 11 يكون يعني اللين سوليد ونعتمد عليها في لي باز ديال غدا. دونك غادي نطوط بروميير شونس رقم 13 مانسانا ونشوفوا لا لين ديال 24 11. رقم 14 ايفانيسكي هاد لا فاميل ديال 50 فاميل اللي ربحات الاوندي كاب ديالها وكانت في 2/11 في البودروم ديال الخميسات وكانت ربحات لنا بالمناسبه ب 22 دفالور فلوجيك مونت بيناليزات وداز من 22 حتى 24 دفالور. فهاد 24 شفناها جرات بها الكانتي بلس لا كورس ديال 24/11 اللي تكلاسات بها نافيوم. دونك ما عرفناش واش الباركور ما كانش مزيان داك النهار ولا لا فالور اللي كيف ما قلت لكم تبيناليزات و24 دفالور ممكن تكون ليميت بالنسبه لهاد لا فاميلي هادي. دونك غادي نعطيها دوزيام شونس ونبغي نشوفها مره اخرى بهاد لا فالور هادي اللي ما تبدلاتش في البات طابلو وفي الكانتي ديال غدا. دوزيام شونس ايفا نيسكي رقم 14. رقم 15 كامباي هاد المال ديال 6 سنين المال اللي غادي يلقى مره اخرى راي ايوب بالبارتنير ديالها. هاد المال هذا واللي شفناه ربحو بجوجهم يعني الكانتي بلس ديال 22/10 في البودروم ديال اونفا في هاد الباركور هذا ديال 1900 في البيست اون سابل. فبعد ما ربح لنا كيف ما قلت لكم الكانتي ب 22 فالور فطلعت لافالور ديالو 24 شفناه ممكن انه ياخذ بها دي بلاج. شفناه في 24 نوفمبر يعني في الكانتي ديال 24/11 تكلاسا 8 ممكن ما كانش عنده باركور مزيان في البات طابلو مع شي باركور مزيان ممكن تا هو ياخذ ان بلاس. غادي نغامروا نعطيه دوزيام شونس رقم 15 كامباي. اذا غادي نكملوا هاد الاناليز هادي مع الرقم 16 كوزان هاد الهونغر ديال 7 سنين ولا مون ديال في الدول قاسم وغادي نبقاو في لا لين وفي لا كورس وفي الكانتي بلو 24/11 اللي شفنا هاد الهونغر هذا خدينا ان دوزيام بلاس. دونك هذا هو السؤال فإذا كانت لا لين ديال 24/11 صحيحه فممكن نشوفوا كيف ما قلت لكم الرقم 13 مانسانا والرقم 16 كوزان فلاريفي. صعيب انه كيبقاو دي كورس ديال الاونديكاب يعني هذيك لا لين ديال 24/11 كانت ريفيرونس ديال على ما اعتقد 35 غدا ريفيرونس زائد 33 فممكن تكون لا لين ديال 24/11 ما صحيحاش، مي غادي نعطي بروميير شونس كوميم لهذا رقم 16 كوزان وكيف ما قلت لكم نتمناو ونكروز لي دوا لهاد لا لين 24/11 تكون صحيحه. فغادي نعطي بروميير شونس كوزان الرقم 16 بروميير شونس. اذا الاصدقاء المتابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب الاناليز ديال تيرسي كوارتي كانتي بلس اللي غادي يكون في البودغوم ديال كازا اونفا في رينيو 9 سيتيام كورس ديال البروغرام ديبار مع 33 دقيقه راه سالات. بون شونس للجميع وبون فان دو سواري، باي باي، نتلاقاو في كانتي بلس واحد اخر معكم عصام.